ازيكم يا محبي الابراج. توقعات النهاردة الاحد 24/7 يوليو تموز 2022. ممكن يكون اليوم ده رائع جدا بالنسبة لي، خاصة في اليوم ده هتبتدي حاجة تعتبر خاصة جدا، ممكن تكمل حاجة ممكن تبقى بتاخد منك كتير من الوقت النهاردة. خليك حذر اكتر، حاول انك تبتدي في شغلك على كل اللي انت بتحاول انك تتجنبه من فترة طويلة. في الوقت ده ممكن تقضي كل امسياتك من خلال انك تمارس اي رياضة وتستمتع فيها. هتقضي وقت كتير مع كل اصدقائك القدامى والجدادة، هتستمتع معاهم بالتسوق في اليوم ده. بنصحك انك ما تقضيش وقتك في انك تبعد عن كل رفقائك. ممكن يعبر حد من اصدقائك النهاردة عن مشاعره تجاهك، مش هيكون الموضوع ده شفهي لكن هيكون من خلال افعال خاصة بيه. ممكن يكون ده دقيق بشكل كبير، بحذرك من كل الحاجات دي. مع حركة الكواكب اليوم في وجود هايل كبير جدا في المعدل من عطارد ونبتون في الصباح ده، بنميل اننا نتصور اكتر مواقف تعتبر غير عملية ومفرطة في تفاؤلنا. بنعمل في العبور ده على اننا نشتت تركيزنا اكتر. هتشكل الزهرة مربع صغير مع كوكب زحل في المساء ده، بيتجه نحونا مربع لكوكب المشتري بالضبط في الوقت المبكر من الغد. هيأثر بشدة في يومنا ده على القلق والمشاكل اللي بتعتبر متعلقة بمشاعرنا وعواطفنا، تعتبر ممكنة علشان نعرف نتواصل مع كل احتياجاتنا وكل رغباتنا الحقيقية. ممكن يكون عندنا حماس كبير لكن في اسراف وفي شعور بالذنب مرتبط بيه. ممكن لعبور كوكب المشتري والزهرة انه يبلغ كل عواطفنا بوسعها. ممكن تؤدي الحالة دي لذهنية مبالغ فيها في اننا نقدر مشاعرنا.